بص اعمل لكم شير سكرين كده، على هنعملها كده بورشن اللي هي ايه، تبقى السكرين تبقى جايبة اي حاجة بتحصل على الشاشة. كانوا شايفين صح كده؟ كانوا شايفين؟ اه تمام. بصوا انا هقول لكم على حاجتين كده جامدين جدا في الاكسل، هتعجبكم قوي. انا هفتح بس الكاميرا كده لحظة بعد اذنكم، يعني هقول لكم كده كام حاجة. معرفش انتوا شايفيني كده ولا لأ، انتوا متهيألي انا كده متشاف، انا مش شايف نفسي اهو بالظبط. ايوه بالظبط تمام. في الاكسل حاجة، انا بس هقول لكم على حاجة بس الموضوع هيعجبكم قوي. نقفل بس الستوب شير ده كده ونتكلم ك فيديو. معلش بس انا مش شايف. كان تمام كده معايا صح كده؟ كان شايفين في الاكسل حاجه اسمها اوبشن اسمه داتا فاليديشن. داتا فاليديشن دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها انك تقدر تتحكم في الخليه ايه اللي ممكن اليوزر يدخل جواها. بمعنى مثلا انت عايز بتدخل مثلا ارقام عملاء وبتدخل رقم البطاقه، فممكن من ضمن الاخطاء اللي ممكن تعملها ان انت تدخل رقم البطاقه بدل ما يبقى 14 رقم تدخلهم 15 رقم، فساعتها لما تيجي تراجع البطاقه يقول لك لا ده البطاقه دي غلط وهكذا. مثلا بتدخل رقم تليفون عميل، فبدل ما يبقى 10 ارقام او 11 رقم يبقى 9 ارقام. فهمتني؟ يعني هي الفكره في كده. انت سامعني اهم حاجه؟ اه تمام تمام. ف تمام. الداتا فاليديشن دي اختراع. انا ما اعرفش ان مفيش الداتا فاليديشن دي يا جماعه اختراع. هوريكم شوية سحر فيها والله العظيم، فعلا فعلا جامدة جدا جدا جدا. ان شاء الله الحلقة دي او السيشن ده بعون الله هيبقى سهل وسريع جدا، مش هيبقى طويل، مش هنطول خالص، بس انتوا بس خليكم يعني مركزين معايا بس نص ساعة جايين بعد اذنكم. يعني نقفل الكاميرا دلوقتي وهنعمل شير. تمام، انتوا كده شايفين الحتة دي. تمام، وليكن انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل هنا كده في العمود رقم بي، انا هخليه باللون الاصفر ده، هقول له انا عايزك، انا بص انا اولا انا عايزه يكتب مثلا القاهره، مصر، اي حاجه. ففي ناس بتكتب القاهره بالت مربوطه، وفي ناس بتكتب القاهره باله مربوطه، وفي ناس بتكتب اسيوط الف عليها همزه، وفي ناس بتكتب اسيوط الف بس. فانا عايز الغي الموضوع الطويل ده والموضوع الهصل الكبير ده، فانا عايز اخلي الناس تلتزم بمنهج معين تكتب عليه. بتيجي تقف هنا كده في العمود او في الكام، تحدد على الخليه اللي انت عايز تقف عليها، بس نفترض العمود كله يعني. ونيجي عند كلمه داتا، وفي حاجه اسمها داتا فاليديشن. اتفرجوا بقى على السحر اللي هيحصل. انتوا معايا صح؟ ايوه مع حضرتك. يعني كل فتره كده خليكم معايا يعني، فاهمين؟ ماشي، هنعمل داتا فاليديشن اهو. بص بقى، ركز بقى في الحته اللي جايه دي جميله قوي. وليكن مثلا نختار ليست، بيقول لك انت دي اني فاليو، لا انت عايزها ليست. الليست دي انت عايز تحط فيها ايه؟ ممكن بقى تحط فيها اللي انت عايزه، ممكن تحط يس ونو، زي مثلا يس وتعمل كوما نو. دي بقى فايدتها ايه؟ بص لو انت هنا مثلا بتكتبي اسئله او بتحط اسئله مثلا، زي مثلا ايه؟ هنا مثلا السؤال يبقى هنا مثلا كم عمرك، او مش كم عمرك، اسئله مثلا تبقى صح وغلط، صح وغلط. هل انت مثلا من القاهره؟ هل تقيم في القاهره؟ هل تقيم في القاهره؟ فبدل ما يقول اي حاجه، انت بتبص اول ما تدوسي هنا كده، اول ما بتدوس على الخليه دي بيظهر لك اختيار، تروح هنا يقول لك يس ار نو، تقول له اقيم في القاهره او لا، او لا مثلا هنا زي الاسئله اللي هي بتبقى صح وغلط، يس او نو او كده. دي بتحدد لك ان هو ما يكتبش حاجه، هو انت بتختار فقط. تمام كده يا جماعه في الحته دي؟ تمام تمام. الحته دي جامده جدا. بصي بقى، دي كده احنا كده عملناها في الداتا فاليديشن دي، في السورس يس او نو. طب مثلا ايه رايك مثلا لو احنا عملنا، لو احنا شلنا هل تقيم في القاهرة وشلنا دي كمان، ثواني اهو،
وشلنا دي كمان، وقلنا نعمل ايه؟ نقول له احنا عايزين نخلي مصدر الليست اللي بدل ما نكتب هنا الليست اهي، بدل ما نقعد نكتب بايدينا، طب ما نخليها الخلايا دي كلها اللي هي كام بلد دي، او نختار العمود كله او نختار البلد بس شويه بلد، او يعني نختار مثلا الخمس بلاد دول تمام، وندوس اوكي. بمجرد مثلا ما هي دولتك مثلا، بمجرد ما اساله سؤال ما هي دولتك اهي، بمجرد ما يجي يقف هنا ويدوس على البتاع هيقول له ليبيا كندا تشاد جابان كندا مثلا اهي. فهمتوني في الحته دي؟ الو؟ لا مش قوي. حد تاني يا جماعه مش فاهم؟ الو؟ الو؟ في حد كتب في الشات برضك تحت. لا لا مش فاهمين صح؟ طب تعالى نعمل الاول تاني. بص بص، انا دلوقتي عندي مثلا انا بدخل مثلا بيانات، او عايز مثلا ابعت لعميل يدخل بياناته، او ادخل او مثلا ساعه انترفيو اخلي مثلا حد يملى استماره معينه على يعني اونلاين، تمام كده؟ انتوا معايا في الحته دي؟ فانا عايزه ان هو ما يقعدش يجود ويقعد يكتب حاجات بايديه هنا، فانا يعني بعمل له حاجات اجباريه يختارها في الداتا فاليديشن دي، بديله اختيارات ما يطلعش بعيد عنها، يختار منها ما يخرجش في النطاق ده يعني. تمام. ما انا بقول لك في ناس بتكتب، بص هقول لك على حاجه، في ناس بتكتب القاهره كده عشان دي شفتها من حوالي شهر، القاهره كده، وفي ناس بتكتب القاهره كده تمام، اسيوط كده، ركزي بقى، واسيوط كده. بصي بقى لما تيجي تبص لها في الفلتر هيطلع لك اربع حاجات، اسيوط اسيوط قاهره قاهره. المفروض لما اجي افلتر على اسيوط والقاهره ليهم اتنين بس، ما لهمش اربعه، فهمتيني؟ ففي ناس بتجود. أيوة. فانا مش عايز التجويد ده يظهر، انا هحط لهم اختيارات محدده بالظبط، انا عايز اخليهم في رينج واحد ثابت، يعني ما هي دولتك. فانا بقول له ايه، انا عايزك تختار، انا هدي له اوبشن الدول، فاروح اعمل له هنا كده داتا فاليديشن، هختار كلمه ليستا اهي، ليست ليستا عادي خالص، ونقول له السورس بتاعها ايه، بدل ما اقعد اكتب مصر بورصه مصر اي حاجه السويد اي حاجه، لا انا اخلي السورس بتاعها الدول دي، فاهماني؟ ما هي دي دول. اخلي الدول دي، دوس اوكي. بمجرد ما اساله السؤال بتاع ما هي دولتك هيجي هنا هيلاقي في عمود هنا اللي هو السهم ده، يدوس عليه، ليبيا كندا جابان تشاد ارمينيا اريتريا مونتينيجرو، الاسامي دي كلها اهي، اختار هنا بس كده اختار. طب لو جه يكتب كده بايديه، يعني مثلا يكتب مثلا مصر مثلا بالعربي، يطلع له غلط. لا انا مش عايزك تكتب حاجه بايدك، انا عايزك تختار، تاخد من الاختيارات اللي انا مديها لك بالظبط، لان في ناس تكتب ما هي دولتك ممكن تكتب ايجيبت، وناس تكتب مصر، ما هو احنا مش عايزين دوشه، احنا عايزين تبقى الحاجه محدده، فاهمه؟ يعني مثلا ايه، هقولها لك مثلا ايه، سؤال مثلا صح وغلط، او مثلا سؤال، هل انت بتدخن، يعني هل انت بتدخن يعني اي، بدل بقى ما اقعد اساله هل انت بتدخن فهو يقعد يقول لي نعم انا ادخن او لا انا ما بدخنش او احيانا لا، انا عايزك تحط لي هنا كده نعم اختيارين بس، يس او نو، او نعم او لا. اي لا، انا مش عايزك تقعد تجود اهو، نعم او لا بس كده، مش نعم انا ادخن او لا انا ادخن او احيانا او على فترات، لا انا عايزك ترد عليا رد ثابت، تمام كده يا جماعه؟ تمام. دي وظيفه الداتا فاليديشن. طب تعالي نزود كده في الداتا فاليديشن، نشوف حاجات تانية، حاجات حلوه تانية، نسيب دي كده، نشيل دي. الداتا فاليديشن كمان تقدري تحجمي حد، يا جماعه كده انتوا فاهمين ولا لا يا جماعه؟ اتمنى بس الناس ترد عليا غير هند. انا تمام. عارفك هند، انت معايا. دعاء، منى، رحمه، مو مجدي، مجدي انت معايا ولا مع الاسف؟
هو مجدي كده مع الأسف، ممكن يكون مع الأسف. حد يا جماعة معايا تاني ولا لأ؟ ماشي. المهم هم هيجوا يعني إن شاء الله، هم تلاقيهم يعني جايين في الطريق. مثلا تعالى مثلا نبص هنا في الداتا فاليديشن، هنا برضه فيها حاجة حلوة أوي. أنت بمجرد ما بتدوسي هنا كده بتقعد تلاقي لك كده حاجات غريبة كده، يعني مثلا ديسيمال. المفروض الديسيمال دي اللي هي الأرقام العشرية، ودي بصراحة ما حدش بيستخدمها كتير يعني. يعني تحط لي فيها ارقام ديسيمال يعني بوينت، يعني مثلا ايه، ما تبقاش 10 كامله، تبقى مثلا ايه 9.8 حاجات زي كده. الليست دي الاساسيه طبعا. الديت تحط لي في جوه البتاع دي ديت، يعني ما تكتبليش تاريخ، ارقام، حط لي تاريخ. التايم حط لي تايم. التكست لينث دي بقى، دي الاختراع، تعالي بقى نشوفها دي بقى ايه. التكست لينث اللي هي طول الكلمه، طول الكلمه دي بقى بيقول لك ايه. بص يا ستي، انت عايزها بتوين، يعني عايزها ما بين حرفين معينين، يعني مثلا ما بين 10 ل 15 حرف، تمام؟ يعني فاهم قصدي ايه؟ ولا عايزها ايكوال تو، ايكوال تو دي اللي تبقى جميله، ايكوال تو 14. هقول لك 14 دي لايه؟ او ايكوال تو يا عم 5، خلاص 5 دي بقى ايه؟ لو بمجرد ما اقعد اكتب هنا اي رقم، اي رقم ما يزيدش حروفه عن 5 حروف، عن 5، يعني مثلا لو كتبنا 1 2 وتدوس انتر هيقول لك لا غلط. طب لو كتبنا 1 2 3 4 غلط. طب لو كتبنا 1 2 3 4 5 6 غلط. طب لو كتبنا 1 2 3 4 5 صح. فهمتي قصدي ايه؟ ايوه، زي الاختيارات اللي مثلا بتاعت باسورد بتاع حاجه، فلازم يبقوا مثلا 6 6 بالظبط او كده. ايوه بصي بقى يا ستي، الفكره بقى في دي بقى ايه؟ ان الايكوال تو دي انا شخصيا بعملها لما باجي اكتب ارقام تليفونات عملاء، او لما باجي احط ارقام بطايق ناس عملاء برضو عندنا. الارقام العملاء بيبقى 14، ارقام اي بطاقه بتبقى 14 رقم، فلازم تكون ال 14 رقم، لان لو كتبت 11 او 13 يطلع لي ايرور، يبقى كده انا بكتب غلط، اعيد كتابه البطاقه من الاول. ولو حد كتب رقم زياده يبقى برضك هيديله ايرور غلط. دي بقى بصي بقى مكتوب بقى حاجات كتير قوي، نوت ايكوال تو، جريتر ذان يعني فوق ال 10 ارقام ولا لا، حاجات زي كده، اختيارات كتير، تمام؟ ده في الكاستم. الكاستم دي بقى، دي بقى انت تقعدي تختاري، ممكن معادله، حاجات زي كده. وكمان دي طبعا الرساله اللي هتطلع لك لو انت عايز الايرور غلط، مثلا يقول لك لا ما تعملهاش تاني، او حاول تكتب يعني مثلا ايه، لو انت متعوده يعني مثلا انت قايله ان انت تكتبي 14 رقم بتاعت البطاقه، ففي ناس كتبت 15، فانت قولي له هنا لا انت كتبت الرقم غلط. يعني مثلا تعالي نشوف الرساله دي، مثلا لا اكتب رقم البطاقه صحيحا، تمام؟ وتدوسي وتعملي هنا تكست لينس، اهي تكست لينس، ونخليها مثلا خليها 5 ارقام وخلاص، مش لازم 14 رقم يعني، تمام؟ ومثلا عملنا 1 2 3 4 5 6 هيطلع لي اكتب الرقم البطاقه صحيحه. عايز فهمتي قصدي؟ تمام. بس كده، دي تحفه، دي داتا فاليديشن، دي اختراع بجد يعني، دي عجباني جدا الداتا فاليديشن دي. دي بقى انا لما بخلي حد يكتب لي ارقام بطايق او اي حاجه بخليه يعملها لي في الداتا فاليديشن دي عشان ايه، ما يغلطش، تمام؟ تمام ماشي يا منى. دلوقتي بقى يا جماعه، احنا خلصنا كده الداتا فاليديشن عشان دي كنت حابب ان انا اشرحها لكم. انتوا معايا يا جماعه تاني عشان نخش دلوقتي في البيفت تيبل، ومحتاجكم تبقوا معايا بس مركزين فيها. بس معلش على المقاطعه، هو الزوم 10 دقايق ونفصل، فيا ريت بس نخش بنفس اللينك اللي انا كنت بعته لهم على الجروب. مفيش يعني، هو نفس اللينك اخش عليه تاني؟ هو على طول بيبقى موجود. خلاص ماشي تمام استاذ شروق. ماشي 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 يا شروق، ماشي. حد تاني يا جماعه معايا يعني؟ مفيش ولا مفيش؟ لا هو في مجدي. والله طب الحمد لله، يعني انت جيت معانا يعني. الحمد لله موجود. طب الحمد لله ماشي. نكمل بقى يا جماعه. بصوا بقى الحته الجميله اللي جايه دي، الحته اللي جايه دي البيفت تيبل. أنا 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 أنا. بصوا بقى الموضوع ده جامد قوي يا جماعه، والموضوع ده فعلا فعلا هيعجبكم قوي. شايفين الداتا الكتيره قوي دي؟ الداتا دي كبيره قوي على فكره. انت معايا هند صح؟ معلش بقى انت حفل النهارده يعني. الداتا الكتيره دي انت محتاجين نلخصها،
يعني مثلا شايفه كلمه ليبيا هنا قد ايه وليبيا هنا، اسامي متكرره كذا مره. بصي هنا جرينيدا وما جرين جرينيدا متكرره كذا مره برضه كذا مره. فانت عايزه تجمعي كل ده مره واحده، ما انت مش نقعد بقى نعمل معادلات كتير. يجي هنا فايده البيفت تيبل تلخيص البيانات. هنيجي نقف في اي حته هنا في الجدول ونيجي على كلمه انسيرت اهي، ونروح دايسين على بيفت تيبل. يقول لي انت عايز تحدد ده كده، تمام. بيقول لي انت عايز تنقله في يعني في شيت جديد ولا تخليه في نفس الشيت ده. لا انا اقول له انا عايز انقله في شيت جديد، ولا نخليه في نفس الشيت. نخليه في نفس الشيت، لا نخليه في شيت جديد اهو. بصي بقى يا ستي، بيقول لي بقى ايه، ركزي بقى في اللقطه دي. الريجن اهي دي الريجن اللي هي ميدل ايست ونورث امريكا وما اعرفش ايه. هناخدها هنا، هناخدها هنا ننزلها في الرو. الرو دي اللي بصي صغرت ازاي، بصي بقى قد ايه صغيرين جدا، ما هم بيلموا حاجات كتير. ايوه اللي متكرر كده تشيل، هم بيشيلوا المتكرر. بصي تمام. انت بقى عايز تشوف ايه بقى في الريجن دي، يعني انت عايز تشوف ايه في المناطق دي. هقول له مثلا انا عايز اعرف اسعار الوحده كلها، يعني مجموع سعر الوحدات كلها. هنروح جايين هنا سعر الوحده اهي، هنحطها في الفاليو مجموعها. هي بص بمجرد ما بتتحط هنا بتتجمع، ونعمل دي كده نخليها بالمنظر ده كده اهي. لا اهي بصي بقى يا ستي، يعني عندك اسيا سعر الوحده بتاعتها على مدار الوقت ده كله 6777. لو احنا جينا هنا فلترنا، معلش هنزل دي كده شويه، لو احنا هنا كده فلترنا على اسيا، اسيا اهي، وجمعنا سعر الوحده هيطلع لنا 6777 اهي، اللي هي نفس الجمع اللي هنا دي. فتخيلي بقى البيفت تيبل دي سهلت قد ايه عليكي. طب انا عايز بقى اعرف اسيا في الاوردر رقم الفلاني. بصي بقى كمان، يعني ده بصي الدلع اللي فيها كمان، اللي انا عايز اشوف التواريخ كمان. فهنيجي الاوردر ديت هنحطه هنا قبل الريجن. الاوردر ديت ده بقى بصي بقى عشان بس نوزع، عشان تحط الاوردر ديت ده او نخليهم كلهم جنب بعض، بنيجي نقف هنا عند ديزاين ونيجي نخليه ريبورت لاي اوت. ده نخليه حتى بيبقى الشكل اهو باين اهو، تيجي نعملها كده هيتعوجوا يعني هيتفردوا. وهنيجي نعمل ريبيت اول، ونيجي نشيل دي اوف ونشيل دي اون دونت. حد فاهم حاجه ولا لا؟ معلش عيد الحته، عيد الحته دي عشان الماوس مش عارف وقف لحظه كده فما خدتش باله. نعيد من الاول تاني يا مجدي. انت يعني انت معايا يا مجدي يعني؟ اه والله. اه يعني انت قلتك اختفيت كده شويه يعني. معلش انت جالي مكلمه بس تليفون. طيب شباب بقى وكده معلش. ماشي يعني. بص يا جماعه، بمجرد بص انا هرجع تاني خالص كده، كان انا دلوقتي حطيت الريجن وحطيت سعر الوحده. تمام كده؟ الو؟ ماشي. حطيت الريجن وحطيت سعر الوحده. انا بقى عايز اعرف تواريخهم بقى، التواريخ بتاعت كل الشيب ديت او الاوردر ديت. يعني عايز اعرف سعر الوحده دي كانت امتى. تمام؟ تمام. فانا عايز اعرف التواريخ بتاعتهم. يعني الاوردر ده كان امتى وسعر الوحده بتاعته كانت امتى. فكل انا عليا اللي انا هاجي الاوردر ديت ده مثلا احطه هنا. بمجرد ما بنقله الاوردر ديت ده طبعا في تواريخ، والتواريخ بتبقى متفاوته. ففي تاريخ لسنه 2010 وفي سنه تاريخ سنه 2015. فهم قلبين لك بقى التاريخ، يقول لك ايه السنه. حد فاهم يعني ايه كوارتر؟ حد يعرف يعني ايه كلمه كوارتر؟ ربع. ربع. ايوه انا عارف ربع. ربع السنه الاولاني من كل سنه. الكوارتر هو يعني فيب مار ده او مارش، اللي هو ده اول كوارتر في 2010، تاني كوارتر في 2010، تالت كوارتر في 2010، فاهميني 2011 وهكذا. فاهمين الحته دي ولا لا؟ يعني ايوه كل كوارتر في 3 شهور بالظبط. البيفت تيبل اول ما حطيت فيه التاريخ، وهو طبعا التواريخ بتبقى مختلفه، فراح قايل لي ايه؟ راح جايب لي كل ال يعني جمع لي كل التاريخ كله ظبطه لي، وقال لي كمان اول ثلاث ارباع ما اعرفش ايه. فانت لو انت مش عايز الكوارتر، هنشيل كلمه كوارتر دي كده ونرفعها فوق كده، مش عايزها. فبقت كده 2010 اللي هي جان فبراير مارش ما اعرفش ايه. فانا بقى عايز، مش عايزها بالمنظر ده، انا عايز تبقى 2010 كده مفروضه هنا كده، والتاريخ اللي هو جان وفبراير هنا، وسعر الواحده هنا. حد فاهم حاجه؟
طب نعيد من تاني. الو الو لا انا قلت انا فهمتها مش عارف ايه هو. انتوا كده معايا يا جماعه؟ حضرتك سامعني؟ انتوا اه الو حضرتك سامعني كده فجاه يعني. انتوا كده معايا حضرتك سامعني؟ اه انتوا كده انا كده سامعك. اه انتوا سامعيني يا هند؟ انت معايا هند؟ معلش يا حضرتك بس كان في تليفون فاضطريت اقفل المايك يعني. لا ولا يهمك ولا يهمك. انا كده معايا. بص انا تمام معلش. بصوا يا جماعه بمجرد ما بحط التاريخ هنا او السنه التواريخ هنا بيتحط لي السنين على طول. فانا كل انا عايزه اعمل ايه بقى؟ انا عايز السنه تبقى كده. ثانيه لحظه. بص انا عايز السنه تبقى هنا، السنه هنا كده والشهور جنبيها والبيع جنبيها، صح كده يا جماعه؟ كل اللي انا عايزه بقى نروح عشان نفردها بقى. نفردها ازاي؟ هنيجي هنا نقف على البيفت تيبل هنا، وهنيجي عند كلمه ديزاين اهي، وهنيجي عند كلمه ريبورت لاي اوت، ونبص على الشكل حتى الشكل بيبقى باين. هندوس على ثالث واحده شو ان تابولار فورم اهو، اهي كده بتتظبط شويه. ونقول له لا ان احنا بقى عايزينك تعمل لنا ريبيت اول تايمز، تتفرد الحاجات الجين دي كلها تحت بعض تمام. وبعد كده نشيل الجراند اوف، بيبقى فيه توتال كده تحت كده، تحت كل واحد نشيل التوتال ده نشيله، والسب توتالز دي نشيلها كده. بقت الشكل اهو بقى مظبوط شويه. حدش فاهم حاجه ولا لا؟ نظمنا الجدول بالظبط، تنظيم الجدول. فبقى عندك ايه؟ سنه 2010 سنه الف... بص كده لو احنا جينا فلترنا على سنه 2010، بصي المنظر الجميل بقى بتاعها. سنه 2010 انت عايز انهي شهر؟ هنقول له مثلا شهر زي جان وفبراوري ومارش. يقول لك اهو شهر 2010 كانت في شهر يناير استراليا ويوروبا ومعرفش وميدل ايست ويعني وافريقيا باعوا بسعر الوحده وكذا 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 وكذا. في يناير في فبراير معرفش اسيا طلعت معانا واستراليا ويوروب ومعرفش وباعوا بالوحدات دي. طب لو قللنا دي شويه وخلينا مثلا جان وفيب اهو بقت المنظر اهو. طب لو احنا عايزين نبص على اسيا بس اهو، اسيا كانت في فبراير بس. طب لو احنا عايزين مثلا نبص على اسيا واستراليا وسنترال معرفش ايه اهو، اهو اسيا استراليا اند اوشينيا ده كانت طالعه لنا في يناير بايعه ب 16000 جنيه وفي فبراير بايعه لنا برده ب 16900. حد فاهم حاجه من من البيفت تيبل؟ هو مستوى صعب يعني. انا انا فهمت ان هو تنظيم جدا، هو تنظيم قوي، هو تحديد، هو تنظيم جدا يا جماعه. هو البيفت تيبل ده السنة كله تنظيم. انت فاهم يا مجدي تمام. ان السيلز دي كلها 1000 و1000 سيلز. قول لي كده انا عايز بص سامعني كده يا مجدي. انا سامع حضرتك. تخيل كده، تخيل لما انت يتقال نقفل بس وقف دي كده لحظه. بتقول ايه حضرتك؟ بقول لك ما لحقتش اتخيل. معلش معلش البتاع قطع فجاه. بص هنعمل بس البورشن اهو اهو كده. انتوا شايفين كل حاجه صح كده تمام. بص اللي انا عايز اوصله لك في البيفت تيبل، البيفت تيبل انت متخيل قد ايه كام حاجه فيه؟ بص انا هقفل، انا هشيل ده خالص، انا هشيل الشيت ده خالص، هنرجع للشيت ده كده تمام. ركز في اللي انا بقوله لك دلوقتي. لما يجي كده مديرك يقول لك انا عايز اعرف مبيعات دوله زي وليكن مثلا مبيعات الميدل ايست دي اللي هي الشرق الاوسط كله في خلال سنه 2010 2011 2012 تمام، سعر الوحده بتاعتهم كانوا بيبيعوها بكام؟ تمام 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 تمام. انت هتعمل ايه؟ قول لي انت هتعمل ايه؟ عارف انت هتعمل ايه من غير البيفت تيبل؟ من غير البيفت تيبل تمام. هقعد افلتر، هتقعد تفلتر على الميدل ايست كده اهو، وهتفلتر على الاوردر ديت اللي هو باقي 2010 و2011 يعني هتعمل دي كده بتاع 2010 2011 2012 اهو تمام. وبعد كده هتروح ماسك 2010 لوحدها، معلش نسيت اقول لك 2010 لوحدها
اهي انتوا معايا يا جماعه صح؟ الو حضرتك انتوا معايا، هتيجي تختار 2010 الوحده وتجمع لنا سعر الوحده يقول لك 8484662، وهتيجي ما اعرفش عند رقم 2011 وهتقول له كام، وتقعد بقى تتلخبط بقى زي ما بتلخبط كده. سعر الوحده كام؟ يقول لك 107000 ما اعرفش ايه وهكذا، صح كده؟ صح يا مجدي، دي الفلتره بالظبط. البيفت تيبل ده بيعمل ايه؟ ركز بقى في اللي انا هعمله في كام خطوه. انا هاجي اعمل هنا انسرت، انسرت بيفت تيبل، اوكي. هجيب الريجن وهجيب الاوردر ديت اهو، وهظبط الشيت اهو، هعمله شو ان تابلر ريبيت جراند اوف دي كده اهو، ونشيل كلمه الكوارتر دي، ونجيب سعر الوحده هنا دي كده معمول عليها صم اهي، كلمه صم اهي موجوده اهي. الحته اللي معلش الحته اللي فوق دي اللي هو الحته اللي فوق دي من اول اللي هو التظبيطه بتاعتها، يعني تظبيط الجدول نفسه اهي. عايز تعملها من اول تاني؟ لما هم لما حضرتك حطيتهم تحت بعض في الروز هم اتحطوا تحت بعض، تمام؟ دي انا فاهمها، بس الحته بقى اللي هو حضرتك ظبطتهم كده جنب بعض كلهم. نعيدها من الاول تاني، ما عنديش مشكله. اهو هنيجي نقف هنا كده في اي حته في الجدول، هنيجي كلمه انسرت بيفت تيبل، هيقول لي كده، هتقول له اوكي. هتيجي الريجن نشدها في الرو، الرو دي اللي هي ايه يا جماعه؟ زي ما احنا قلنا اللي هي الـ 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 الصفوف، الرو اهي، الرو كلمه رو يعني صفوف، كولوم يعني عمدان، تمام؟ ركزوا في الحته دي، حطينا الريجن في الصفوف. ولا اقول لك لو انت عايز تخليها في العمدان، ممكن تخليها في العمدان، ممكن تخليها هنا، هيبقى الريجن عندك بالمنظر ده كده، فاهم شكلهم يبقى عامل ازاي؟ يبقى كده. بمجرد ما هتحط مثلا كلمه سعر الوحده هتبقى هنا، بص هتبقى ازاي؟ اهي هتبقى هنا، بص هتبقى نازله كده، يعني اسيا هنا قدامها كده، استراليا قدامها كده، فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. بدل ما هي جنب بعض وهكذا يعني. أيوة. يعني هي عمدان او صفوف، تمام؟ وهنيجي ناخد الاوردر ديت هنحطه قبل الريجن اهو بالشكل ده، هنشيل كلمه كوارتر هنرفعها فوق كده، يعني اكنك بترميها خلاص المنظر ده. انت بقى دلوقتي عايز تظبيط الجدول من دلوقتي، صح كده؟ مظبوط بالظبط. هنيجي نقف هنا كده في اي حته، نيجي عند كلمه ديزاين، ديزاين الجدول، تمام؟ هتيجي هنا في ريبورت لاي اوت، اللي هو تخطيط الريبورت، هتقول له انا عايز الريبورت بالشكل ده، حتى الشكل هو باين اهو، تمام؟ شو ان تابيولر اهو، هتروح عاملها كده، خلى لك 2010، بس 2010 مش مفروضه قدام كل كلمه، يعني 2010 فوق، فاهم قصدي؟ يعني لو ضغطت على 2010 هتنكمش شويه، كل 2010 انكمشت، حتى من بدايه 2011 هي اللي هتبتدي، فاهم قصدي؟ انا فاهم قصدك. فانا عايز انزل كل يعني 2010 تنزل هنا كلها، صح ولا غلط يا هند؟ المفروض نعم؟ الو؟ الكلمه نفسها اللي هي ايوه الكلمه نفسها اللي هي 2010 المفروض تنزل، يعني بالظبط تبقى باينه في كده. فانت تعمل ايه؟ هتروح جاي هنا برضو في ريبورت لاي اوت وتقول له انا عايز ريبيت اول ايتمز، هتقول له كده كله هينزل اهو كده، صح ولا غلط؟ تمام صح كده؟ طب هنيجي هنا في السب توتالز دي، السب توتالز اللي هي الحاجات دي، ده توتال اللي فوق 48، بص 48615 انا مش عايزه في النص هنا، صح ولا غلط؟ صح. هنشيله، هنقول له دونت شو سب توتالز، اتظبطت اهي؟ لا حلوه دي، تمام صح كده ولا ايه؟ صح هند ولا مش معايا ولا مع الاسف؟ هند ممكن تكون جايه في الطريق. المهم يعني دي كده السنين اهي، خلاص كده انت كده معايا في الحته دي؟ انا مع حضرتك لحد دلوقتي تمام زي الفل قوي. بس انت بقى دلوقتي المدير بتاعك بيقول لك ايه؟ انا عايزك يا عم الحاج تجيب لي اللي هو ميدل ايست، هتقول له هو في الميدل ايست اهو، يقول لك انا عايزك تشوف لي في 2010 و2011 و2012، هتروح عامل مفلتر فاكك الفلتر 2010 2011 2012 ميدل ايست، بس كده اهو ظهر لي اهو. في شهر يناير عمل كده، في شهر فبراير عمل كذا، في شهر معرفش ايه عمل كذا، بس يعني البتاع فعلا تحفه التحفه، انت فاهم قصدي ايه؟ ده فاهم اللي اسمه تلخيص الداتا، انت فاهم قصدي ايه؟ ده تلخيص التلخيص، اللي هو ايه؟ اللي انت يعني
يعني ايه من ضمن الحاجات الجميله اللي انا اهو اللي نسيت اعملها لك اهي. بص ركز في الحته دي كده، انت اهو 2010. طب يا سياده المدير، انت سامعني كده يا مجدي صح؟ ايوه يا سياده المدير. طب انت عايزها بالشهور؟ يقول لك مثلا عايز اعرف مثلا اول السنه من كل سنه بنعمل كام. ما دي برضو فكر بيع، يعني يقول لك مثلا ايه شهر يناير 2010 احنا بعنا بكام، شهر يناير 2011 احنا بعنا بكام. تختار شهر يناير اهو، شهر يناير في 2010 بعنا بكذا، وشهر 11 في 2011 شهر 1 في 2011 بعنا بكذا. فهمت قصدي الحته دي؟ طب انا عايز حاجه تاني، طب انا عايز اعرف بس توتال 2010. هتروح جاي هنا في الاوردر ديت وتروح رافعه لفوق هنا، هيقول لك 2010 بعنا بكذا، 2011 بعنا بكذا، 2012 بعنا بكذا. طب انت عايز تعرف في كل السنين، في كل الريجنز، هتيجي تعمل كده يقول لك اهو 2011 اسيا عملت كذا، 2012 استراليا عملت كذا، 2013 ما اعرفش ايه، وهكذا. تمام كده يا نيك؟ تمام. طب هو اوريدي احنا بنعرف نعمل فلتر من السام اللي فوق، امال ايه موضوع الفلتر اللي هي فوق كلمه روز في كلمه فلترز، قصده نستعملها في ايه بقى؟ تعال نشوف الفلتر ده. بص الفلتر اللي في الفلتر دي، الكلمه اللي اسمها فلتر دي هيبقى فلتر مدفون. هتشوف دلوقتي الشكل هيبقى عامل ازاي. هنيجي ننقل الريجن دي نحطها فوق هنا. بص الريجن بقت عامله ازاي. عشان تختار ريجن هتيجي تعمل هنا وتقول له سيلكت مثلا اسيا، تدوس اوكي. الموضوع تحس ان هو مدفون، فلتر ملوش لازمه، يعني فلتر تحس ان هو مدفون شويه. فلتر جوه فلتر رخم. انا يعني هي طبعا اكيد ليه استخدام، ما دام الاكسل عاملاه اكيد ليه استخدام، بس تحس ان هو فلتر ملوش لازمه. يعني مثلا تيجي تقول له مثلا عايز اختار مثلا كذا اختيار، عشان تختار تقول له سيلكت مالتي بلاي ايتمز اسيا واوروبا مثلا، دوس كده ودوس اوكي. الموضوع تحس ان هو شلل. طب انا اعرف منين ان دي اسيا؟ طب انهي اسيا وانهي اوروبا؟ فاهم قصدي؟ لو انا جبت كلمه ريجنز دي ممكن اطبعها مرتين، يعني ممكن احطها مره في الفلتر، ممكن احطها مره في الروس. تعال اهو. لا يا لا انت تمام. انا بتكلم كمان ايه. لا هي بتتحط مره واحده، صدقني مره كده بس بتتحط مره واحده اهي. لا بس كده احسن يا مجدي، كده احسن بكتير. ايوه لو في الروز انا فاهم. لا لو في الروز انا بتكلم، لو هو كان ينفع نحطها مرتين ممكن نحطها. تعالى نحط بقى في الكولومز، نحطها الريجن دي في الكولومز اهي. سنه 2010 اهي اسيا بقت كده، اوروبا بقت كذا، والجراند توتال. الجراند توتال ده بقى اللي هو مجموع الاثنين دولت، بس انا مش عايزه مجموع الاثنين دول. طب احنا عايز اشيل الجراند توتال ده، هتيجي هنا في الديزاين هتقول له بيج لاي جراند توتال. جراند توتال اهو اوف، فاهم كده؟ شلت جراند توتال، فهمتني؟ طب دي بقى الروم اللي هي الريجن. يعني مثلا بمجرد ما بيجي افك الفلتر ده كده هنا هتبقى بالمنظر ده كده. 2010 قدامها اسيا اوروبا ما اعرفش ايه الـ يعني الشهور كل السنين الدول كلها او البلاد كلها بالظبط. ازيك يا هند؟ الحمد لله على السلامه. كنت بتنقل عشان الصوت ولا يهمني. فهمتوني؟ يعني قصدي ايه؟ ان انت في البيفت تيبل بتقعد تلعب في الاماكن دي. طب ما حدش سالني ليه في الحته دي الفاليوز بقى. الفاليوز دي بقى يا استاذ مجدي بقى ده الدلع بقى كله. سامعني يا مجدي؟ بنحط فيها القيم، اي قيمه عايزها. بص بقى، لا وكمان ممكن تغير. يعني انت دلوقتي اهو دي ده الجمع. طب ما انا ممكن عايز اشوف الوحدات، تدوس فاليو فيلد دي كده وتختار كاونت. الكاونت اهي يعني مثلا في 2010 اسيا باعت ب 22 مره. اسيا باعت 22 مره، يعني اسيا متكرره في 2010 22 مره. لو انت جيت وقفت هنا كده وجينا سنة 2010 اهي اوردر ديت، واخترنا 2010 واخترنا هنا اسيا، هتلاقيها متسجلة 22 مرة. 23 دي عشان سعر الوحدة فوق اهي، لكن من غيرها هتبقى 22 مرة. فهمت قصدي ايه؟ ممكن تعد كمان. ده انت كمان ممكن، ده بقى الحاجة بقى اللي انا ساعات بعملها انا كده محمد تحسين كان في شغلي، اللي انا ساعات بجيب الافرج. افرج سعر الوحدة كام؟ اقول له في افريج. حد يا جماعه يعرف الافريج يعني؟ لا انا عارف متوسط. حد يعرف الكالكوليشن بتاعتها؟ المفروض بجيب المجموع بقسمه، يعني بجيب الدوله مثلا مع عددها واقسمه على المجموع الكامل. مجموع مع عددهم بالظبط، مجموع مع عددهم. هو مين اتكلم؟ احمد يحيى.
ازيك يا يحيى، اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. انت معانا؟ انا لسه جاي دلوقتي. طب الحمد لله. بص يا عم، بص اهو الافريج بتاعهم اهو. اقول لك مثلا ده الافريج. الافريج العجيب ده، ايه الافريج يا عم؟ نختار كام دوله كده يعني؟ ايه الشلل ده؟ نختار مثلا في اسيا مثلا، ولا في اسيا واستراليا دي. يقول لك مثلا الافريج بتاعهم بالشكل ده. يا جماعه صح، لو الشكل اللي قدامكم ده مستفز زي ما انا مستفزني كده، بتيجي تحدد كده على بتاع كلها، وتيجي تعمل هنا كليك يمين فورمات سيلز. فورمات سيلز، ركزوا عشان الموضوع حلو. في نمبر، هي كلمه نمبر، وتعملوا يوز اللي هو بعد الالف تعمل زي كوما، ونقلل دي كده شويه الديسيمال دي اهو، يبقى المنظر شيك كده زي كده. حد خد باله من حاجه ولا في ارقام تختلف؟ يعني عارفه يعني، الله يا معلم يعني، يا الله عليك. يعني كده الشكل كده يا جماعه بقى احسن بكتير، احسن كده الشكل بقى اضافه كده بالظبط، شلنا الزوائد بالظبط. هي دي الفكره، ان انت دلوقتي انت بتقعد تلعب في الفاليوز دي، وبقى نقعد نعمل حاجات بالهبل يعني. بص بقى، انت تقعد نقعد نفك كده مثلا، ننقل مثلا الريجن ده هنا، معلش يا جماعه، ونخلي بقى اليرز دي هنا، دي كده بتبقى حلوه، دي كده اللي شكلها شيك صح ولا غلط؟ عشان مديني كل بلد وقصادها بقى كل السنين بتاعتها. السنين بتاعتها احنا بقينا بقد ايه، وشكلها شيك ازاي، ومعرفش ايه. وتوتال اسيا دي مثلا في خلال كام سنه، دي في التوتال الثمان سنين دول اتعملت كام، يعني عارف الشكل شيك قوي. هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت بتقعد تتفنن في البيفت تيبل، في تنظيم الحاجة. بصي انت مش متخيله يا هند، البيفت تيبل ده سهل عليكي شغل قد ايه. عارفه يا هند، انت عشان من غير البيفت تيبل ده، علشان تجمعي الثمن سنين دول وتجيبي جمعهم لدوله واحده بس، انت هتتشلي. انا اسف في الكلمه. اكيد اكيد صح، فعلا شلل. لكن البيفت تيبل، طب تعالوا كده يا جماعه، انتوا كده خدتوا كده بريف كده على البيفت تيبل. طب تعالى كده، انا همسح ده كده خالص، معلش كده هعمل ستوب شير لحظه. انا كان عندي كده ريبورت كده حلو عايز اطلعه لكم، بس يا رب الاقيه. خليكم لحظه بس معايا. بص انا كان عندي كده ريبورت حلو قوي، كنت انا جايبه من فتره كبيره، عايز اوريه لكم. كان عباره عن كان عبارة عن العربيات. سامعيني؟ حضرتك؟ كان عبارة عن العربيات بقى، عربيات بورش بقى وموستنج والحاجات الغريبة دي، الحاجات اللي هي الحلوة دي. كانوا عاملين ريبورت كده عن العربيات. الله، تعالى بقى كده ناخده كده على جنب كده عم محمد، ونلعب فيه براحتنا. تعالى كده ونقول ألو. ونعمل بقى البورشن ده، نعمل ميتنج اهو، نعمل ستوب شير وما اعرفش ايه بس كده. شايفين بقى؟ تعالوا بقى كده يا جماعه في الحته دي، ده ريبورت عن العربيات، تمام؟ ريبورت بقى غير ريبورت المقرف بتاع سعر البيع الوحده وما اعرفش ايه واسيا، وانا زهقت من الموضوع ده، بس ده ان شاء الله يبقى احسن يعني، تمام؟ بصوا يا جماعه، دي الماركات بتاعت العربيات، تويوتا وشيفورلي ومرسيدس وده الطيب اللي هو موديل. حد يا جماعه بيفهم في العربيات يساعدني بقى، عشان انا ما بفهمش ولا في العربيات ولا في الدول ما شاء الله يعني. اسال يحيى بقى، تعالى اسال يحيى اللي جاي يعني، اللي يعرف يعني يفهم في العربيات. تعالى مثلا ايه السنه بتاعتها قد ايه، الاوريجن دي او النوع بتاعها ايه، اللي هو الدوله ايه، النوع اللي اسمه اللون، الاوبشنز بتاعتها، حجم الموتور، وهكذا. تمام، احنا بقى عايزين نعمل بيفت تيبل للحاجات الجميله دي، يعني نعمل بيفت تيبل بقى ونتدلع بقى فيه. تعالى بقى كده نعمل ايه، مايل ايج دي اللي هي ايه، عمر الموتور يعني ولا ايه، ولا عمرها يعني؟ اعتقد عدد المايلز اللي عدد الكيلوهات، مشيت كام كيلو صح زي ما هو بيقولوا كده؟ مفهوم، مشي كام كيلو. ماشي بالظبط. تعالى بقى نشوف بقى، وهنا مفيش سنين، بس هنا في اكيد الكريزلر دي مثلا موجود منها، استون مارتن دي موجود منها ثلاث حاجات. ايوه بالظبط، تعالى بقى كده معانا، تعالى اهو
فجأة كده هنعمل بيفت تيبل. نعمل هنا insert بيفت تيبل ونيو. تمام؟ نجيب الماركة. الماركات اهي. اهي. دي الماركات. نقول بقى ايه؟ نجيب جنبها حجم السنين. السنين بتاعتها. تمام؟ تمام. تعالى ننقل السنين نخليها هنا كده. بس السنين كتيرة. نختار مثلا اخر كام سنة مثلا. 2020 كده. بس كده. صح كده؟ ونختار البرايس بتاعها. البرايس فين؟ اهو نحطه في الفاليوز. البرايس هينزل بالصم. تمام يا جماعة؟ وهنيجي بقى نظبط بقى الشيت ده بقى كده. هنعلم انا حطيت معلش انا حطيت بعد اذنك انا حطيت مثلا برايس في الروز مثلا. لا لا يا نهار اسود ده هيضرب. بص هوريك شكله عامل ازاي. بص هيبقى عامل ازاي. ده اودي بس ليها يجي اكتر من 5000 سعر. بنتلي ليها 3 اسعار. شايف قصدي؟ تمام فاهم. فلا طبعا يعني بيبقى ان لوجيك يعني. انا عارف انت بتبقى عايز تجرب بس مش عارف. بص وهنيجي بقى نظبط بقى الارقام دي عشان الارقام دي مستفزك يعني. نيجي نعمل كده هنا كلها ندوس كليك يمين فورمات سيل ونيجي عند النمبر ونخليها بعد كل 1000 تعمل كوما ونقلل دي كده وندوس اوكي. الله كده الشكل بقى اشيك شويه. صح كده؟ تمام كده. بيقول لك ايه سعر العربيه الاودي كان في 2015. ايه ده احنا خلينا دي كمان بالارقام. لا 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 استنى هنخليها لا نرجعها نمبر تاني عادي عشان دي الشكل بتاعها مش دي السنين. دي مش سنين. دي نخليها فورمات سيل ونخليها النمبر بتاعها ونخليها كده بس. يبقى كده. بص بقى في سنة 2015 كانت الاودي ب 3365000 بقت ب 869000 بقت رجعت معرفش بقت ب 135000 معرفش ايه بقت يعني فاهميني بقت عمالة تعمل كده. نشيل بقى نشيل الديزاين ده كده ونشيل التوتال ده كده. تمام كده يا جماعه؟ تمام تمام. تعالى بقى ممكن بقى نعمل حركه كده دي كنت انا شفتها. بتدوس كليك يمين هنا كده ونقول بقى شو فاليو از. ركز بقى في اللقطه دي. احنا عايزين نعرف الفاليو ده من التوتال رو بمعنى او اللي انت عايز تعرف كل سنة زادت عن السنة اللي قبليها بقد ايه او قلت عن السنة اللي قبليها بقد ايه. حد فاهم حاجة؟ يعني مقارنة بين الاسعار. بالظبط هي دي الفكرة. يعني انا وليكن تعالي مثلا نقارن ما بين مثلا كم سنة بس انا عايز اقللها مثلا خالص بحيث انها تبقى سنتين بس. تمام كده؟ سنة 2020 وسنتين وسنة 2021. سنة 2020 كانت ب 105 2021 بقت ب 475000 فأكيد زادت برقم كبير. فأنا عايز أعرف الزيادة دي قد إيه؟ كام في المية؟ بالظبط. هنروح جايين كليك يمين هنا كده وندوس show value as ونخليها مثلا إيه؟ من show value as من row total لأ من ال parent ثواني difference from لا ثواني عشان بس اظبطها لك. انا عايز اخليها اصل دي لا اصل انا كنت فاكرها ديفرنس اوف مش هي المفروض اوفر اللي تحتها تقريبا كان في المية مش اوفر توتال يعني هيورينا الاثنين ورا لا 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 هقول لك انا اللي انا ببقى عايز اعرف هي عليت قد ايه من الشهر اللي بعديها مش من ديفرنس فروم لا مش تيست ديفرنس فروم هي كانت هنا درونينج توتال رانك اندكس لا ده الجراند توتال. هقول لك لا لحظه نحط التوتال بس نحط اون رو ماشي ونحط شو فاليوز از اوف رو توتال. بص كده يا جماعه ركزوا كده.
نعيدها بس نرجع دي كانو كالكوليشن. هي كانت ب 105,000 وبقت ب 475,000 جنيه، صح كده؟ تمام. الاثنين على بعضيهم 100 ب 580,000 جنيه في خلال السنتين. فانا بقول له بقى ايه؟ اقول له في خلال السنتين دولت انا عايز اعرف دي بقت دي كام في المية ودي كام في المية. فلما اجي اعمل شو فاليو از بيقول لك فروم تو رو توتال، رو اللي هو الرو ده، الرو ده اللي هو ده، الرو توتال ده اللي هو ايه؟ لما اجي اقول له شو رو توتال ده هيقول لك ان دي كانت ب 18% من ال 100% ودي ب 81%. يعني من ال 580,000 اللي هي مجموع السنتين هي كانت ب 18% في 20% في 2020 ونطت الفرق ما بين ال 18 و 81 يعني كام؟ نطت ل 81%. المفروض اترحم مع بعض اعرف الفرق. بالظبط. فهي دي الفرق اللي هي دي الحته دي دي تركايه قوي. الحته دي الحته دي جامده جدا على فكره يا جماعه. حته الشو دي انا كان نفسي اعرف في الحته بتاعه. طب ثواني كده اعرف بتاعه شو توتال دي ممكن دي تبقى. انا عايز ارجع اعملها لكم الحته دي بس الفكره ديفرنس فروم للاسف مش فاكرها قوي الحته دي. المفروض ديفرنس هي اللي جت اللي فاتت افتكر هي ديفرنس فروم يعني هي المفروض بنمسك فعلا اللي هو 475,000 وبنعمله المفروض حاجه هنا. لا بصراحه انا مش فاكرها قوي مش هكدب عليك عشان انا كنت فاكر ان انا اصلا دي ما عملهاش بقالي كتير بصراحه. فدي اوف لا بصراحه مش فاكرها قوي دي كانت دي بصراحه دي طب حضرتك طب معلش ممكن نعملها تاني. طب نجرب انا حضرتك دوس ديفرنس فروم تمام وخلي في الاثنين وخلي في الاثنين نوع العربيه نفسه او اودي مثلا عشان هو بيقول لك الديفرنس. لا لا يعني ده مفيش ما بقول لك هو يا اما الير يا اما دي. فهي الفكره كلها في دي يعني هو بيقول لك دي نطت قد ايه. انا فاكر يا جماعه والله والله انا فاكرها كنت عاملها منين بس مش فاكر منين بالظبط يعني فاهم انت اللي هو ايه شو فاليو از اللي هو بيرنتال توتال. لا لا تصدق بقى انا هقعد بقى ايه اجيبها لكم بقى ديفرنس فروم رانينج توتال ان رو توتال كولوم توتال جراند توتال. لا ما هو في دولت ممنوعين اوف من اودي. لا برضو لا بصراحه لا يعني انا مش عايز اخش معاكم في رانينج توتال ان. لا 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 مش عايز اخش في حاجات ممكن اتوهكوا بيها بس هي يعني بص هي اللي انا كنت فاكره. انا كنت فاكر كده لما كنت بعمل كذا شهر كذا قصدي سنه يعني ازود مثلا سنين هنا كنت بعرف اعمل اللي هي رانينج توتال. يعني مثلا بص دي مجموع دي اودي دي مجموع الثلاث سنين بتاعتها مجموع قصدي الخمس سنين دول بتوعها عاملين 2500 يعني 2,500,000 تمام. دي كنت انا بحسبها في المبيعات. فالمبيعات بيقول لك ايه توتال الست شهور اللي فاتوا دولت او توتال خمس شهور اللي فاتوا دولت عملنا 2,500,000. فانا عايز اعرف كل شهر عيني عن التاني بقد ايه. فانا كل اللي انا اعمله اروح اعمل كده ده من الرو توتال. اول شهر بقى 5%، تاني شهر بقى 58، تالت شهر ما اعرفش ايه، فاهم قصدي ايه اللي هي عماله تطلع وتنزل ايه. هو ده اللي كنت بعمله بس ما كانش فيه الفروقات دي. يعني كنت عايز اعمل ديفرنس فروم لا كنت لا عشان ما اطولش عليكم. لا هي كده احنا كده ميك اوبشنز ديفرنس فروم. هو ممكن يقول لك ايه ديفرنس فروم استون مارتن وبي واي دي وحاجات زي كده. لا 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 ممكن لا دي حاجات تبقى ممكن ادفانسد شويه. لا لا انا كنت بعملها اللي انا بجيب كل شهر عمل قد ايه من توتال الست شهور بتوعه. يعني دولت كانها مثلا ست خمس شهور بروح عامل على اي واحده من دول مجموع الخمس شهور قد ايه 2,500,000 بروح دايس كليك يمين واروح عامل شو فاليو از واروح عامل فروم رو توتال. رو توتال اللي انا عايز اعرف الشهر الشهر ده محقق قد ايه من اجمالي الخمس شهور. اول ما هدوس هنا هيقول لي الشهر ده محقق 5% من اجمالي الخمس شهور. اعلى شهر اتباع فيه 58% اللي هو الشهر 2018. طب لو احنا فكينا الشهر بتاع 2018 ايه اللي هيشوفه؟ هتلاقي 2018
بص 135 300 105 405 ده مليون 471 يبقى ده اعلى شهر. فاهم قصدي؟ ان انا بعرف اللي انا بعرف احسبها عن طريق ان المساهمه او الكونتريبيوشن بتاعه كل شهر من اجمالي الشهور. حد فاهم حاجه يا جماعه ولا لا؟ انا فاهم حضرتك عايز تعمل ايه. انا فاهم. حد فهمني بقى غيرك بقى؟ انا فهمت كده الحته الاخرانيه دي تمام. حد فاهم تاني يا يحيى؟ او صح معايا ناس كده يعني انا بشوفهم تهامي. انا اول مره اشوف اسم تهامي ده صراحه. ايه تهامي؟ ده محمد مجدي. انا لا اله الا الله. هو انا طلع بكذا صوره. لا اله الا الله. والله هو المفروض تهامي ده يعني انا غيرت. هو انت فينك يا رحمه؟ هي رحمه معانا بقلبها اكيد. حد انا معاك وصدقني. صدقيني انا كمان انا عارف انك معانا. شكرا صبري. يعني يا جماعه يعني شاركونا والله. يعني والله احنا بنقول حاجات والله. انا قعدت وقفت شويه. انا عطلت والله معاكم زي زيكم والله. بصوا يا جماعه بقى ده انت بقى ممكن بقى تعمل بقى حاجات تانية بقى احسن بقى نعمل بقى ايه ده بص بقى احنا ممكن بقى نشيل البرايس دي بقى ونختار مثلا ايه الاوبشنز. نحط مثلا الاوبشنز هنا. نخلي مثلا البرايس ده نشيله كده هنا ونحط الاوبشن هنا ونعمل بقى الفرد بتاعنا اللي احنا بنعمله ده يا استاذ مجدي اللي هو هنعمله ازاي. الفرد نفسه الفرد نفسه اللي هو مش نفرد شعرنا نفرد الشيت يعني. حضرتك اللي هو ريبورت لاي اوت اهو. هنيجي اهو في الديزاين فوق اهي ريبورت لاي اوت تمام. وبعد كده اللي هو شو ان تيبلر فورم. تيبلر فورم اهو تمام. وبعد كده هنعمل له شو لاي اوت وبعد كده نعمل ريبيت وبعد كده نقول سب توتلز دونت شو سب توتلز ونعمل كده ونكبرها كده بقى اهو الشيت اهو تمام. ونحط مثلا ايه احنا مثلا ايه عايزين نظبطها اكتر. نخلي الاوبشنز ده هنا كده تمام كده ونخلي الير هنا لو بعد اذنك طبعا يعني. ركز بقى في اللقطه اللي جايه دي. اللقطه اللي جايه دي حلوه قوي على فكره. احنا دلوقتي قدامنا الاوبشنز حطيناه فوق بس مش ظاهر هنا قدامنا. معايا؟ مع حضرتك. مش ظاهر ازاي؟ مش ظاهر صح مش ظاهر. فاحنا عايزين نظهره بقى. دي بقى التركات الجميله اللي عايزه تظهر. احنا عايزين نظهر يعني عايزين نعرف اودي في 2017 كانت ايه. يعني بص لو احنا اخترنا سنه 2017 شركه اودي اهي كانت الاوبشن بتاعها كان ايه. الاوبشن كان فول اوتوماتيك صح كده مش فول دي يعني فول اوتوماتيك. ايوه تقريبا. تمام تقريبا. وزي ما انا بالظبط. فانا عايز اعرف هي كانت فول اوتوماتيك ولا لا. فاحنا بقى نعمل ايه بقى. لاما ناخد الاوبشن دي ونحطها هنا في الفاليو هتتنطق كاونت. ركز كاونت تمام. كاونت ليه؟ لان هي بتجمع الاسامي مش بتجمع ارقام. احنا بنجمع الاوبشنز نفسها بنجمع كلمه اوبشن. حد فاهم حاجه ولا لا؟ يعني كل عربيه من دول الاوبشن بتاعها بقى قد ايه؟ بصي اتغير يعني فيها كام اوبشن. لا لا كل عربيه فيها كام اوبشن. لا 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 مش كده خالص. بص هقول لك على حاجه. شايف دي؟ شايف كلمه بي ام دي قدامها 3 فل تمام. ايه ده انا رحت ليه؟ ايه ده يعني 3 عربيات من ال من بي ام دبليو صح. بس لحظه بقى هنشوف اهو سنه 2017 بي ام. تعال نروح هنا كده اهو سنه 2017 بي ام بي ام تعالوا بي ام اهو. بص بقى الفل هي كانت فل وفل وفل. يعني هي معموله سنه 2017 اللي هي زي ما اعرفش ايه دي اكس 3 دي ولا ايه اي زي 7 دي. يعني في نوع اسمه زي 7 يعني. المهم تي اتش زي 7 دي معموله واحد فل اهو وفل وفل. وفي الاكس دي سيمي فل. فهو انت لو تلاحظ هي الفل دي 1 2 3 فهو حاطط لك 3 فل. يعني زي ايه زي 5 فل عليك. وعارف عارف انت
السلام عليكم. 3 فول وواحدة سيم فول لكن جراند توتال 4. هو بالظبط يعني هو سيبك من جراند توتال دلوقتي، يعني انا قصدي ايه اللي هو انا يعني انا هشيل دلوقتي الجراند توتال اهو اللي هو ايه بيجمع لك كل الاوبشنز اللي موجوده في العربيه. طب لو احنا شلنا الاوبشنز دي كده وخليناها هنا كده وخلينا الاوبشن دي هنا كده مش هتنفع، لازم الاوبشن تبقى واحده بس في الاثنين. فانت عشان تعرف كام الاوبشنز اللي كانت موجوده في خلال 2017 في شركه زي بي ام دبليو هتاخد الاوبشنز دي وتخليها هنا، هو ده الحل الوحيد. يعني بص شركه هيونداي دي اكيد ال 14 دولت كذا نوع، انت فاهم قصدي؟ يعني كذا موديل كذا تايب. لو احنا كده حطينا يا جماعه زودنا كلمه تايب دي هنا اهو، التايب دي هتفرق شويه. يعني بصوا اهي زي 7 دي طالعه لي في 2017 بحاجتين بحاجتين بس اكيد اكيد في فرق. يعني دي بص طالعينها 2000 جولف عربيك ما اعرفش ايه، دي الانجن سايز 2 وهنا الانجن سايز 1.4. انا مش عارف يعني ايه انجن سايز، معلش يا جماعه انا بجيب لكم اسئله ريبورتات مستفزه انا عارف بس اعمل ايه طيب؟ انتوا معايا يا جماعه؟ معلش المتاح صدقوني والله والله ما قصدي حاجه، يعني هي دي تعقيدها زي تعقيد الشركات. يعني انا مش هينفع اجيب لكم ريبورت من عندي في الشركه بس انا بجيب لكم ريبورتات زي اللي انتوا هتشوفوها في الشركات. يعني انتوا مش هتلاقوا مثلا الدنيا سالكه قوي، يعني الدنيا هتبقى سهله قوي، فاهمين قصدي ايه؟ بتبقى الدنيا معقده شويه. يعني مثلا ركزوا كده في اللي انا هقوله، انا هفتح كده كاميرا لحظه سامعيني كده يا جماعه؟ ركزوا كده لما مثلا في عميل بيجي جاي مثلا يشتري مثلا من اي محل بتاع اجهزه كهربائيه مثلا، تمام؟ وعايز ان هو يقسط، فهيشتري مثلا لابتوب، اللابتوب ده مثلا بكام؟ ب 20,000 جنيه. ركزوا بقى في اللي انا بقوله. فهو عايز يقسط، هو كان جاي على ان هو يقسط، طب قال لك ايه؟ انا عايز ادفع 5000 جنيه. فال 5000 جنيه بقت هدفعهم فيزا، تمام؟ وال 15,000 جنيه انا عايز اقسطهم على البنك الاهلي. تمام؟ فانا دلوقتي المفروض ان انا عايز اجيب فاتوره العميل دي كلها، فاتوره العميل دي كلها، واقول ايه اللي اتباع، ايه اللي اتدفع فيزا وايه اللي اتدفع تقسيط. فاهمين؟ في بقى عملاء بتبقى جايه مثلا عايزه كذا حاجه بقى، يقول لك مثلا ايه، انا هدفع 2000 جنيه فيزا و1000 جنيه عند الاهلي بوينت و1000 جنيه كمان فودافون كاش و5000 جنيه تقسيط و2000 جنيه. فاهمين قصدي ايه؟ فانت بتبقى عايز تجمع الفاتوره كلها وتشوف تفاصيلها. دي من ضمن الحاجات المستفزه زي اللي انا جايبها لكم دي. يعني مفيش حاجه يعني الدنيا قوس قزح والدنيا جميله وحلوه، لا مفيش. ابشرك متعدده. انتوا معايا؟ معاك. وست كوست جانجستر. المهم يعني انتوا كده فهمتوا الحته دي. اللي انا بس عايز اوصلها لكم ان انا بجيب لكم حاجات معقده شويه، معلش سامحوني، لان ده الواقع بتاعنا. فاهميني؟ يعني هتلاقوا بعد كده يقول لك باع امتى في سنه كام، ويعني بيجيبوا تفاصيل التفاصيل التفاصيل يعني. فانا بس حبيت ان انا اديكم نبذه كده عن الرخامه اللي بتتشافوا، يعني اللي ممكن تشوفوها يعني. تمام؟ هقفل بس الكاميرا تاني. يعني طب حد يا جماعه عنده اي فكره ان احنا ممكن نطلع من الريبورت ده اي حاجه تاني؟ يعني هو في عندنا دلع يعني. في الاوتوماتيك والمانيوال. تعال نشوف الاوتوماتيك والمانيوال، تعال نفك نشيل ده كله، تشيليه بقى كده هنا كده اهو، تعملي كده مثلا، نختار الماركه اهي. الاوتوماتيك والمانيوال دي تبع كلمه ايه؟ جير تايب اللي هو نوع الموتور، جير تايب هنختارها هنا، جير تايب اهو. ايوه تعالي بقى نختار، هنقع برده في نفس الوقعه اللي احنا وقعنا فيها من شويه. عايزين نعرف ايه اللي قدامه، ايه اللي كان شغال مانيوال وايه اللي شغال اوتوماتيك. فهنشد الجير تايب دي، هنشدها هنا. تمام. فبس انت عندك مثلا شركه زي اودي دي 38 اوتوماتيك، طب 38 في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. ما هو برده ريبورت هيبقى شكله غريب، فاهمه؟ يعني انت لما تيجي تبعتي له كده ريبورت 38، ايوه 38 ده امتى؟ ما هو لازم تدي له مواعيد اللي هو الير كتير بالظبط. فهيجي يقول لك لا
دي مثلا اودي، دي مثلا اودي اللي هي في مثلا سنه 2017 كانت اوتوماتيك مره واحده، يعني كنا منزلين طيب موديل 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 اودي دي زي سامسونج كده. انا منزل اس 10 مثلا السنه دي، طب واس 20 واس 21 سنه 2018، فهمتني قصدي ايه؟ فهو اودي دي يعني هي منزله اوتوماتيك مره واحده، بي ام منزله اربع موديلات اوتوماتيك، شيفورليه منزله 34. ايه يا جماعه يا شيفورليه، ايه ده ايه ده بجد، ايه ال 34 ده؟ او عارف مثلا ممكن الفروقات تبقى 34 موديل ده. تعالى بقى مثلا ممكن تبقى الفروقات بقى في ايه، لو نزلنا التايب دي كمان هنا هيجيب لك. بص بص يا مجدي، بص يا يحيى، وبص يا هند، وبص يا رحمه، وبص يا شو، انا هقعد عند لكم كلكم ولا ايه يا جماعه؟ بصوا كلكم بقى عارف والله الفكره. بصوا يا جماعه عايز. الفكره كلها ان انت كل ما هتزود يعني معطيات كل ما هتوضح الصوره اكتر، يعني لما قبل ما نشيل التايب دي وكده ادانا كل واحد. لا اللي قبل دي انا حضرتك بالظبط شيفورليه قدامي دلوقتي 34 34 اوتوماتيك اللي هي ايه 34. لما تيجي بقى تتشد له التايب دي وتحطها له هنا كده يقول لك ايوه كده شيفورليه اهي، شيفورليه افيو وبليزر وكاميرو وما اعرفش وكروز كده كل لا وبصي بقى يعني مثلا عندك كاميرو دي في أربعة. لا اله الا الله اهو، ونعمل شير ونفتح الادفانسد ونعمل بورشن. بصوا يا جماعه بصوا اللقطه دي، كل ما انت بتزود معطيات في البيفت تيبل كل ما بتوضح الصوره قصادك، صح كده؟ يعني انت عندك اهو الاوتوماتيك دي اللي هو نوع الموتور، عندك في قدامه ايه ده تهوي. حد يا جماعه يفهم في العربيات ايه كل ايه الموديل ده؟ حد يا جماعه فاهم ولا سلام عليكم ولا ايه؟ لا والله انا مش فاهم، ماليش في العربيات. طب كاميرو دي يعني شيفورليه كاميرو دي بتاع مامبل بي، عارفين مامبل بي؟ اللي كان فيلم ترانسفورمرز. بالظبط يعني هوريه لكم بعدين. يعني بامبل بي ده كان في فيلم اسمه ترانسفورمرز، انا عرفت العربيه دي بسبب بامبل بي. تمام، فدي كاميرو دي بص فيها اربع حاجات، فالاربع حاجات دولت ايه بقى؟ هتلاقي الفروقات ما بينهم ما بين الانجن سايز اللي هو مثلا حجم الموتور او الموتور. لو زودنا الموتور هنا كمان هتلاقي الدنيا زادت اكتر، يعني اتحسنت اكتر. كاديلاك فينا ننزلها ما اعرفش موديل سي 6 سي تي 6 6 واكس تي 5، الموتور حجم الموتور 3 سلندر و3.5 سلندر وما اعرفش منزلها. فاهمين قصدي ايه؟ كل ما انت بتزود معطيات في الاكس في البيفت تيبل كل ما الرؤيه بتوضح اكتر. تمام صح كده ولا اه طبعا. طب تعالى مثلا ايه نشيل ده كل نخلي الير لا خلاص بقى شلناها بقى كلها، نشيل مثلا ده كل ده اهو ونخلي مثلا الريجن. الريجن زي لا الريجن انا عايز الريجن دي الريجن الريجن ايه الريجن برضو نجران وقاسم ايه يا جدعان الاسامي دي يا جدعان وابها دي اسماء دي ولا ايه؟ وجدة وجوبيل وخبر دي اسامي حضرتك دي اسماء في بلد واحدة. لا اله الا الله، ما دي مشكلة اللي يجيب ريبورت من على النت يعني كل ده في السعودية. ده كل ده في السعودية فعلا، ما دي مشكلة في السعودية. طب نختار طب يعني مش عارف نختار ايه تاني، مش عارف نختار ايه تاني. لا اله الا الله، يعني حتى الريجن اساميها غريبة. طب معلش هنختار ريجن كده كمان. تمام يا جماعة، وممكن بقى نختار ريجن دي نقول لك ايه، نقول لك مثلا الريجن دي مثلا في سنة 2018 مثلا او في خلال السنين اللي فاتت دي مثلا اسعارها كانت كام؟ يعني مثلا نحط مثلا السنين هنا كده، بس السنين هتبقى كبيرة هنا. لا ده قليلين جدا، ده السنين قليلة قوي، ده هم كل ايه ده؟ بس انا تلاقيني مفلتر يعني ولا ايه؟ محدد يعني بالظبط، انا محدد على السنين ده كويس قوي اهي. ونختار مثلا البرايس اهو اللي هي اسعار الحاجة، اسعار الحاجة هي يا جماعة اللي هو بيقول لك مثلا ايه الابهه دي مثلا كانت اسعارها اهي. تعالوا بقى نجرب بقى حته الديفرنس فروم التوتال رو. فحد فاكر الحته دي اللي احنا عملناها وكنت قعدت عطلت معاكم فيها؟ ما لازم كل يوم كده اعطل معاكم خلاص. اللي هو ايه، نيجي عند ديزاين ونيجي عند كلمه جراند توتال ونختار اون
علشان يظهر لنا جراند توتال هنا. بصوا يا جماعه ركزوا في الحته دي، الحته دي حلوه قوي. دي كده ده خمس شهور، دي خمس شهور، خمس سنين قصدي، خمس سنين، خمس سنين. ده التوتال ده، ده مجموعهم كلهم، ده مجموعهم 811 اهو، 811 مجموعهم اهو. فانت عايز تعرف ايه السنين اللي عليت جامد جدا وايه السنين اللي قلت جدا. فانت كل اللي هتعمله تروح داس كليك يمين شو فاليو از، وبتعملها فروم توتال رو توتال اللي هو مجموع التوتال اهو. فبيقول لك دي 7%، بعد كده طلعت ل 9%، بعد كده طلعت ل 40%، 32 10. يعني 2019 دي اعلى رقم اتباعت فيه عربيات، العربيه لا العربيات عموما. ابها دي، دي المنطقه نفسها، ابها دي البلد. بالظبط اللي اتباعت فيها العربيه عموما، فدي 40%. فانت لو جيتي فكيتي اللي هو دي الشو دي ونخليها نو كالكوليشن، هتلاقي ان دي 328,000 كلهم 77 و59 وحاجات زي كده. دي اعلى اعلى سنه اتباعت فيها عربيات في في مدينه ابها كانت 328,000 جنيه. اللي انا قصدي عليه ايه، ان انت دلوقتي تقدر تلخص وتطلع بيانات كبيره جدا 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 وتسهل لك كتير قوي. طب بقول لك على حاجه، صح حد معايا؟ الو، كلنا مع حضرتك. كلنا معاك. طب انا هعمل لكم بقى حاجه بقى، والله العظيم ما بكذب عليك، معلش يا ممكن افتح بقى الكاميرا عشان بصراحه انا مبسوط قوي، يعني بحب ان انا انبسط معاك. ايه رايك لما نعمل كده حاجه نفس الموسيقى اللي كانت شغاله شويه، اللي احنا نعمل حاجه كده فيها كده سنس كده، صح؟ الو حضرتك. ايوه ضيف، انا مستني الحاجه. بص يا جماعه، بص اللقطه دي، اللقطه دي جامده قوي. هنا بص نعمل، بس نقفل دي كده. ايه رايك لما نعمل حاجه اسمها سلايسر؟ ده بقى اختراع، الاختراع يا يحيى يا مجدي يا هند. سلايسر دي بقى والله بكلمكم بجد، سلايسر دي مش اي حد بيعملها فعلا، قليل قوي اللي بيعملها. في كده هنا كده في الانالايز حاجه اسمها انسرت سلايسر. سلايسر ده بيعمل حاجه حلوه قوي، دوس كده عليها يقول لك انت عايز انسرت سلايسر بايه، تحب تختاروا ايه يا جماعه؟ كلر. اوكي كلر. ايه تاني؟ فيول تايب. اول فيول تايب اسهل، اسهل. عايز حاجات سهله بعد اذنكم يعني. ما الفيول تايب، ما هو يا اما جاز يا اما بالظبط. لا الجير تايب متهيألي كان هو الجير تايب متهيألي، اللي هو كان اوتوماتيك وسيمي اوتوماتيك وفول، واعتقد حاجه زي كده يعني. ونخلي الفيول تايب يا عم، جت عليك. ماشي. ايه تاني؟ المايلج. المايلج هو رقم بس. لا لا لا, لا, لا المايلج دي ارقام. لا, لا 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 احنا عايزين حاجه قليله. الير بقى، الير ممكن الير. بس كده. ها بس كده يا جماعه. والميك اللي هي الاوبشن اللي هي الماركه. لا تمام، هندوس اوكي بقى. ركزوا بقى في اللي هيحصل. بص طلع 5000 حاجه. ركزوا بقى في اللقطه اللي انا هعملها دلوقتي. هنعمل كده 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 كده. والله ما بكذب عليكم، الموضوع ده فعلا قليل لما حد بيعمله، والله ما بهزر. ركزوا بقى في اللي انا بعمله دلوقتي. وليكن تحبوا نختار ايه؟ انا هختار، معلش انا اسف يعني في الكلمه، انا هختار الجير، الجير تايب. ومين اللي هيجي يختار بعد ايه؟ خلاص انا هدوس اوتوماتيك اهو. الارقام اختلفت على فكره. مين هيختار تاني؟ انا عايز حد يختار لي ثلاث ماركات. بي ام دبليو والايجر. اودي وبي ام دبليو. اودي. لا نختار اوبشن اهو، بي ام دبليو اودي. وايه تاني؟ قول شوفوا ليه. اوكي شوفوا ليه. خدت بالكم الارقام عماله تتحرك حوالينا؟ تمام. ونختار اللون، اللون زي بلاك مثلا. حد فهم حاجه ولا لا؟ انا عمالين نصفي الحاجه. حد فهم حاجه؟ بدل ما تدوس فلتر انت بتفلتر على جنب. حد فهم حاجه من الحته دي؟ ايوه ايوه. الموضوع ده جامد قوي يا جماعه. تمام كده. وفي بقى حاجه اسمها ريبورت كونكشن بقى، اللي انت بتربطهم كلهم ببعض. بص بص تعال نشيل، تعال نشيل الفلاتر دي كلها. بص انا اول ما دوست شلت الفلاتر كل حاجه ضربت فجاه. تعال نشيل السلايسر. انت بمجرد تدوس عليه تدوس ديليت بيتشال يعني، فاهم قصدي؟ اهو اهو
دي كل السنين اللي موجوده تمام. انا فردت لك كل السنين. نعم حاج بيتكلم صح. اه نعمل هنا انالايز انسرت سلايسر. هنختار السنه, هنختار قصدي السنه اه, ونختار الكلر. سيبك بس من الحاجتين دول بس, ونختار مثلا ايه اللي هو الجير تايب. ندوس كده اوكي اهو, خليها هنا كده, خليها هنا كده. انا هختار كلمه مانيوال. بصوا كلمه, اول ما دوست كلمه مانيوال ايه اللي حصل؟ الدنيا قلت جدا صح. لو اخترت مثلا سنه زي 2004 و2000 نشيل كده ده الفلتر ده كله, ونختار اهو, لا نختار 2004 و2007 و2012. خدت حد خد باله من حد من الحاجات دي؟ طب ولو شلنا ده كده, دي الالوانات اللي موجوده. طب لو انا اخترت مثلا في الالوانات, في الالوانات اللي انا عايز بلاك كلر والبراون والريد, حد فيهم حاجه من اللقطه دي؟ ايوه تمام. اللي انت بتحدد اللي انت عايزه اللي هو العربيه لونها بلاك ريد هتكون مانوال, وتبقى مانوال, وتبقى في السنه بتاعه 2012. ده انت ممكن كمان تختار السنين اهي, يعني السنه اهي تختار 1094 2004 و2006. السلايسر ده يا جماعه اختراع, اختراع بجد. انا بعمل لمديري هو الجير. معلش هو الجير طيب اساسا مختارين مانوال بس هو مش مكتوب, هو مكتوب فين؟ انا مختار المانيوال. اه لا ما هو مش لازم يتكتب بقى موجود, ما هو ممكن ده اوتوماتيك وده المانيوال, مش لازم يبقى مكتوب هنا يعني. ما هو برضه البلاك مش موجوده هنا, هو كده اختار لي كل الالوانات اللي انا طالبها مش محدد اللون بس. لا لا ركز ركز, انا عاملها على الريبورت القديم اللي احنا عملناه بتاع الريجن بتاع ابها ومكه, الحاجات الغريبه اللي احنا ما كناش عارفين نقراها دي فاهم. ركز انا عاملها لك تاني بسرعه من غير ركز كده, ركز معايا انا ما تركزش معايا. بص انا هشيل الشيت ده كله واعملها في لحظه, انا هعملها بسرعتي انا. ها ده الشيت ده في الريجن اهو على الشمال اهو, الريجن اهي على الشمال, والسنين اهي على الفوق اهي في اليرز اهي, والاسعار بتاعتهم موجوده اهي تمام تمام تمام. هنروح دلوقتي عاملين بقى السلايسر. السلايسر هنيجي في الانالايز, هنعمل سلايسر اهو, وهنختار على ثواني كده نجيب دي كده على جنب, وهنختار كلمه الير والجير تايب والكلر تمام, وندوس اوكي. ركز احنا عاملينه على الحاجات اللي فيها ريجن تمام, وهنختار هنعمل سلايسر اهو, السلايسر اهو شغال اهو جنبينا اهو. هنختار كلمه مانيوال, وهنختار كلمه من سنه مثلا, مثلا من سنه 1000 ثواني اهي 1770 78 و 2008. خدت بالك من اللقطه دي؟ هو عمل على الشيت اللي هو بالظبط اللي احنا عاملينه, هو خد السلايسر من التوتال, من التوتال اللي هو كان موجود اللي هو الجدول الكبير ده كله. انت معايا؟ ايوه مع حضرتك. احنا بقى يعني حطينا ممكن اعمل سلايسر, ممكن اعمل سلايسر تاني بالفيول تايب, يعني سلايسر رابع من غيرهم. يعني اجي اقف هنا كده وادوس كده انالايز واعمل سلايسر رابع اللي هو اسمه فيول تايب اهو, ديزل ولا جاز ولا معرفش ايه. اقول له مثلا انا اخترت الجاز هيقل اكتر, انت فاهم قصدي ايه؟ فاهم فاهم الحته دي اللي انا بعمل ريبورت وبخلي مش لازم ان اللي كل موجود في الريبورت اخليه في السلايسر. موجودين تمام كده. فاللي انا بقوله لك ايه, ان انت ممكن على فكره
السلايسر ده ممكن يسهل على تسهل على مديرك حاجات كتيره. يعني انت ممكن ركز، انت ممكن ما تحطش هنا السنين خلاص يعني السنين. نعم بتقول ايه مجدي؟ لا انا مش انا، لكن احمد يحيى واعتقد ما بيتكلمناش احنا. ماشي، انت ممكن تشيل من هنا السنين كمان وتقول له، وتقول له اختار انت السنين، فيقول لك مثلا ايه ركز اهو بص مفيش هنا سنين اهي على ثواني اقفل الكاميرا، مفيش هنا سنين هنا، هنا في الريبورت مفيش سنين تمام، فانت تقول له اختار السنين، هيقول لك اختار 2005 ثواني اهو 2005 مش مكتوب هنا 2005 بس هو مختار ولا 2005 اهو مختاره هنا اهو. طب انا عايز اختار رقم الريد اهو، الريد اهو. طب الريد والسيلفر، الريد والسيلفر يعني اللي هو الريد ثواني اهو نشيل دي كده اهو الريد والسيلفر، انت فاهم؟ والاوتوماتيك، انت فاهم قصدي؟ السلايسر، السلايسر فايدته، انك ما يبقاش موجود جوه البيفت تيبل بس كده. السلايسر اللي هو يعني انت ممكن تعمل سلايسر ما يبقاش موجود جوه البيفت تيبل، انت مثلا تعمله من غير ارقام، من غير ارقام السنين دي، وتقول للمدير اختار انت السنين انت عايز تعمل مقارنه ما بينها. انا فهمت خلاص، فهمت بس كده. ايه اخبار البيفت تيبل معاكم يا جماعه؟ حلو جدا، طويل يعني كويس يا جماعه كده، سهل عليكم شغل كتير. انا عامل ستوب شير ده. انا كنت في الاول بالنسبه لديفيد تيبل كنت بفرد الشيت الاكسير مره واحده اللي هو السنه كامله. يعني مش فاهم. يعني بعمل الميزانيه السنه كامله يعني 12 شهر بفردهم على الاكسير مره واحده خطوه واحده بس، ده اللي كنت بعرف اعمله في الاول في البيفت تيبل. اه ماشي، دي المعلومه الزياده اللي حضرتك قلتها النهارده يعني. ربنا يخليك يعني، الحمد لله استفدت يعني. اه طبعا. طب الحمد لله. طب حد يا جماعة ماشي يا رحمة، قول يا أستاذ رحمة. ممكن أسأل إيه مميزات إن أنا أعمل حاجة دايناميك عن إن أنا أعمل حاجة ستاتيك؟ يعني أحط الأرقام بس في حاجة؟ طيب إيه؟ لا مفيش، الدايناميك والستاتيك بنتكلم في الإلكتريستي يعني. اتفضلي قولي. يعني بجد ان انا احط ارقام هي موجوده على الجدول اوريدي احسن، فهو شايف كل حاجه، ولا انا اعمل فكره السلايسر دي فهو يبدا يختار؟ بس طبعا فكره الاختيار دي هتخلي عندي حاجات تظهر وحاجات تختفي. طب ايه انهي فكره احسن؟ على حسب هو عايز ايه. انا السلايسر دي حاجه ادفانسد شويه، لكن اغلبيه البيفت تيبل. هو انت، انا عايز اسالك سؤال على فكره، الحلقه السيشن الجايه هيبقى ازاي تعملي ريبورت محترف شويه. ففي السيشن يعني انت عشان تبعتي للمدير مثلا الشكل، هل تتوقعي ان انت عشان تبعتي له شكل هتبعتي له الشكل ده مثلا؟ يعني هو لو عشان هو مدير فانت تقول له يا فندم انا عملت لك بشكل كده احتراف، لكن لو انت هتبعتيها لحد مثلا عشان يقرا ارقام بس، يقرا ارقام بس مش هيقعد يختار سنين وكده، هتبعت له بشكل ثاني غير ده؟ مش تبعت له بيفت تيبل اصلا، لان ما ينفعش تبعتي له بيفت تيبل هو في حاجه اسمها سام اوف رايس ورو تيبلز. ايه رو، ليبلز دي؟ فاهماني؟ اه تمام. بص يا رحمه اسمعيني كويس، انا ببعتها لمديري انا عشان مديري انا متعود ان انا ببعتها له كل يوم، فهو قال لي ابعتها لي بالشكل ده. لكن لو انت بتبعتيها مثلا لمدير لقطه واحده وان شوت اللي هو ايه، انا عايز اعرف يا رحمه احنا بعنا كام امبارح في خلال مثلا المحلات الفلانيه، محلات الملابس الفلانيه، فتقول له حاضر تعملها له في 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 ريبورت كده معين وتروح تبعتها له، صح ولا غلط؟ مش تبعتها له بقى سام اوف برايس وجراند توتال، لا انت هتقولي له الريجن ايه، البرايس ايه، التوتال ايه. معايا؟ يور انترنت كونكشن از ان ستيبل. سامعيني كده يا جماعه؟ هو الصوت كان بيقطع يعني. ما كانش في صوت بقى. تمام. يعني انا قصدي لما تيجي تبعتيها للمدير مش تعملي له رو ليبلز سام فرايز الكلام ده، لا انت بتظبطيها له بتظبيطه كده معينه وبعد كده بتبعتيها له بس كده.
تمام يعني حضرتك انا عشان مديري انا بحاول ان انا اسهلها عليه ويبقى شايفها اكتر فبقول له اختار انت. لكن لو هو مش ما هو على حسب بقى كل مدير ما يقول لك لا اعملها لي بالطريقه القديمه اللي هو حط لي كل السنين جنب بعضيها وحط لي الارقام تحت بعضيها وخلاص. تمام. طيب في حاجه مثلا اللي هو الداتا القديمه مثلا بعملها بطريقه عرض معينه ومثلا الداتا الحديثه او اللي هي شغاله دلوقتي مثلا بعملها بداشبورد يعني فهمني فكره التقارير دي عشان افكر فيها بقالي شويه. بقول لك ما انا بقول لك الحلقه السيشن الجايه هعمل لكم ازاي تعرفوا تعملوا ريبورت كويس. شكرا جدا عاجزين عن الشكر والله. انتوا معايا يا جماعه؟ حضرتك اه تمام. قصدي التحديد ونقفل دي معلش استنى متعود ان انا افتح واقفل معلش. انتوا كده تمام؟ ايه اخبار البيفت تيبل معاكم؟ تمام. هند تمام الدنيا يعني الدنيا اتحسنت كتير يعني ولا؟ اكيد طبعا التنظيم اكتر. اكيد يعني عرفتوا تعملوا الدنيا اسرع بكتير ان شاء الله. بس ان شاء الله طبعا بس كده. فانا حبيت بس ان انا اوريكم البيفت تيبل والداتا فاليديشن لحد ما عرفش الداتا فاليديشن هتلاقيها هرفعها لك كده في الفيديو. بس كده وان شاء الله السيشن الجايه احتمال تكون اخر سيشن مش هتشوفوني تاني. ف هقول لكم ازاي تعرفوا تعملوا ريبورت محترف شويه يعني ريبورت ازاي تعرف تبعت الريبورت تعمل رسم بياني والتشارتس والكلام ده كله وان شاء الله الدنيا تبقى احسن واحسن. بس كده يا جماعه فاتمنى اكون فدتكم و الحمد لله لو انا قدرت افيدكم باي حاجه يعني. الحمد لله دايما يا رب. كنت عايز اسال بقى حضرتك السيشن الجاي هيبقى امتى لان طبعا الميعاد ده رمضان ما ينفعش ليه يعني نخليه بعد الصلاه على طول؟ بعد الصلاه لا الناس بتبقى عندها حوارات بعد الصلاه يعني ثلاثة وان شاء الله مش هطول يعني ده الحمد لله دي اخر سيشن يعني فانا ان شاء الله مش هطول يعني اصل المغرب 6 وربع فيعني هتلاقي الستات واقفه في المطبخ بعون الله 4 4 ونص بعون الله نكون خلصين بعون الله خلاص ان شاء الله. ماشي يا جماعه كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب ربنا يخليك. شكرا ورمضان كريم عليكم يا جماعه. الله شكرا جدا كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يخليك كل سنه طيب كل سنه طيب. شكرا جدا ليكم يا جماعه. السلام عليكم. سلام عليكم.